وائل. السوشيال ميديا مقلوبة من الصبح. اللي يقول ده ما انتحرش، واللي يتقتل، واللي إشاعة، لحد ما سليم نزل النهاية على صفحته. أكيد في حاجة غلط. وائل صاحبنا مستحيل يعمل كده، وائل ما ينتحرش. عشان كده أنا جيت لك النهاردة. أرجوك صارحني إيه اللي مخبيه عني. أنا عايز أعرف الحقيقة منك، مش عايز أعرفها من سليم. وأنا لو قلت لك إن سليم ده أكتر حد أنا بكرهه في حياتي هتصدقني؟ مصدقكش ليه يا ابني؟ سليم فعلا شخص مش مريح. كلامه في الفترة الأخيرة مش عاجبني.